السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجيب أمرك أيها القلب، تتقلب وتتبدل وتتغير. بالأمس كنا نتعلق بأشياء ونتعلق بأناس، اليوم أصبحوا عندنا لا شيء. واليوم نتعلق بأشياء وبأناس، ربما غدا نكتشف أنها لا قيمة لها عندنا. نحب ونتنازل ونسامح ونمرر ونيسر، ثم نكتشف أننا يسرنا وسامحنا وتنازلنا من أجل لا شيء. عجيب أمرك أيها القلب، قلب يتحكم في جسد كامل، يحركه كيف يشاء، يعلقه بفلان ويضحي من أجله حتى بروحه. عجيب أمرك أيها القلب، يأخذ بيد صاحبه يوما إلى المهالك، يحرك جسدا كامل. عجيب أمرك أيها القلب، أما تدري أنك تحرك أجسادا وأنت لست إلا قطعة من اللحم، لست إلا عضلة صغيرة في هذا الجسد. هذا ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قطعة تحرك جسدا كامل، قلب يحرك جسدا كامل، يجعله يحب، يجعله يتعلق، يجعله يضحي، يجعله يتنازل عن كرامته، يجعله يسامح في أهم حقوقه، من أجل أن شيئا يسيرا بين ضلوعه هو الذي يحركه. عجيب أمرك أيها القلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الملك يقلبها كيف يشاء. الليلة حزين غدا سعيد، الليلة تحب غدا تكره، الليلة تطيب نفسك غدا تسوء نفسك، كل هذا بسبب القلب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى أن يصرف قلبه إلى طاعتك، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك أو على طاعتك.